تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أقيم حفل ختام بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. ولدى وصول سمو ولي العهد إلى حفل الختام كان في استقباله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعدد من المسؤولين والوزراء في المملكة. وتفضل سمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم أبطال الرجال والسيدات الحاصلين على المراكز الأولى في كافة الفئات في البطولة، كما تم تكريم سميرة البيطار ومحمد الغيص بحصولهم على لقبي السيدات والرجال على فئة البحرينيين. وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة أن النجاحات المتتالية التي تحققها مملكة البحرين بتنظيمها المتميز للفعاليات العالمية على أرض المملكة بخبرات وطنية هو محل فخر واعتزاز، منوها سموه بأن روح التفاؤل والإنجاز التي يتمتع بها الشباب البحريني هي انعكاس وترجمة حقيقية لما يليه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه من رعاية واهتمام بقطاع الشباب والرياضة. وأشاد سموه بما يبذله سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة من جهود لتطوير قطاع الشباب والرياضة عبر المبادرات والبرامج الفاعلة التي تسعى لتمكين وتشجيع الشباب البحريني. وقال سموه: اليوم ونحن نتابع المشاركين في هذه الرياضة التي كان لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الأثر الكبير في استقطابها إلى مملكة البحرين وتشجيع الشباب البحريني على المشاركة فيها وتحقيقه للعديد من الألقاب فيها، خاصة بطولة العالم مؤخرا والتي أضحت نسبة المشاركة فيها من قبل شبابنا متميزة حبا للتحدي، يبرهن على أن الشباب يحتاج فقط لتهيئة الظروف المناسبة لهم للإبداع والإنجاز، فنحن سعداء بما نراه من تسليط الضوء على البحرين كونها إحدى أهم الدول في الشرق الأوسط التي تستضيف هذه الرياضة، وكذلك متفائلون بمنافسة شباب البحرين للفرق العالمية على تحقيق المراكز الأولى في هذه المسابقة، مؤكدا سموه على التميز الذي يتحلى به أبناء البحرين الذين برهنوا قدرتهم على المنافسة والتفوق واعتلاء منصات التتويج بكل جدارة ورفع اسم البحرين عاليا في كافة المحافل. وأشار سموه إلى أن استضافة مملكة البحرين لبطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي للسنة الرابعة يؤكد على ما تتمتع به البحرين من مزايا جاذبة أهلتها لذلك، وهنأ سموه الفائزين وحيا كافة المشاركين في هذه البطولة على اجتيازهم مراحل بطولة الترايثلون، كما تم خلال الحفل تتويج أبطال الفئات المختلفة والشركات والمؤسسات الراعية واللجنة المنظمة.